لم يرهبهم القمع المتصاعد ضد إخوانهم المتظاهرين، ولم تخوفهم تهديدات الميليشيات بنهر من الدماء سيسيل في بغداد. من محافظات العراق الثائرة أتوا ليعلنوا من بغداد ألا عودة عن الثورة حتى تحقيق أهدافها كاملة، أهداف لخصها العراقيون في شعارهم: نريد وطن، نريد وطن، نريد بغداد، ما نريد كل شيء بعد، العراق واحد. يعني تعبنا حيل، تعبنا يعني أنا من العالم موظف راتب 200 اطياجار، أعطي أطفال ثمانية، إحنا هاي ثمن عوائد، يعني 200 يطينا ليش؟ ليش الله ما يخاف؟ يعني راتبه من كم مليون وإحنا يجر عطينا ناس وناس. منذ ساعات الصباح ضجت ساحة التحرير بالمتظاهرين القادمين من مختلف المحافظات، لا سيما ذي قار التي قدمت مؤخرة عشرات الشهداء ومئات الجرحى برصاص القوات الحكومية والميليشيات. والله العظيم ولو ما مظاهرات سلمية ونريد نطلع بالعلم العراقي لا تلمكم لا أرضا ولا سماء. لا والله العظيم مو بس منا نطلعكم، وبإسرائيل ردك لإسرائيل، وبإيران ردك لإيران. اسمعني كل زين، أنا أحكي وياكم للناصرية. وبإيران ردك لإيران القاسم سليماني. شوف جنسيتك وين تحتوي العراق. وعلى الرغم من العنف الحكومي والميليشياوي المتصاعد ضد المتظاهرين السلميين، أكد الشباب العراقي على سلمية التظاهر حتى النهاية، مكتفين برفع العلم العراقي في وجوه الطغاة. طلب للعلم جينا نسلم وجينا جيناهم جيناهم بيد وعلم، يعني جايين يكتون الناس الأغنياء كافي كافي يا سياسي رحم الوالدين، يعني انفجارات صارت، سمعت ابن سياسي صواب، يعني صارت بالمعارك، يعني سمعت ابن سياسي دخل معركتين صواب. هكذا أظهر الشعب العراقي مجدداً قدرته على الصمود في مواجهة الرصاص وقنابل الغاز، كما أظهر عدم اكتراثه بتهديدات الميليشيات، جاعلاً تحقيق مطالب الثورة هدفاً أسمى تهون في سبيله التضحيات من أجل مستقبل أفضل للعراق والعراقيين.